دخان الانفجار يصل دمشق، التفاصيل الكاملة لخسائر انفجار بيروت، وهذا سر الحاوية الغامضة. قتلى ومئات المصابين وخسائر مالية فادحة، خسائر بالجملة تكبدها لبنان إثر وقوع انفجار ضخم هز العاصمة اللبنانية بيروت وسط حالة من الهلع بين السكان. وسمع دوي انفجارات قوية في المكان ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي ليظهر دخانه في سماء دمشق. ورصدت الكاميرات في العاصمة السورية دمشق الدخان الناجم عن الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت مساء اليوم الثلاثاء. وقال وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن إن الانفجار أسقط نحو 50 قتيلا و2750 مصاب كحصيلة أولية، فضلا عن تدمير المرفأ بالكامل وخسائر مادية فادحة للبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن إصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات في محيط منطقة الكرنتينا والجوار جراء الانفجار الذي وقع في مستودع المفرقعات في مرفأ بيروت. الحاوية الغامضة. ومن جهته قال مدير عام الجمارك في لبنان بدري ظاهر إن الانفجار ناجم عن حاوية تحتوي على نترات الأمونيوم، وهذه مادة قابلة للانفجار تم احتجازها وتفريغها بمستودع خاص بالكيماويات في مرفأ بيروت. وأوضح ظاهر أن الحاوية كانت محتجزة قضائيا بسبب خلاف قضائي بين المستورد والشركة الناقلة، وتم احتجازها لصالح دعوى خاصة وليست عامة. كما أشار إلى أن الانفجار كان بتلك الضخامة لأن الحاوية كانت موجودة في مستودع مخصص للمواد الكيماوية. وأكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري أن حجم الخسائر أكبر من أن يوصف، والخسارة الأكبر سقوط عشرات القتلى والجرحى. نسأل الله أن يحمي عاصمتنا وشعبنا من كل مكروه. اقتصاد لبنان. ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، تتسم بتراجع غير مسبوق لقيمة عملته أدى إلى إغراق نصف الشعب اللبناني في الفقر. ووجد عشرات الآلاف من اللبنانيين أنفسهم خلال الأشهر الأخيرة يخسرون وظائفهم أو جزءا من رواتبهم، وبحسب إحصاءات رسمية ارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 35%. في 17 من أكتوبر أعلنت الحكومة اللبنانية عزمها فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية التي تتم عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية مثل واتساب. وفي 7 من مارس أعلن حسان دياب عندما كان مكلفا بتشكيل الحكومة أن لبنان الذي يرزح تحت عبء دين عام يبلغ 92 مليار دولار، أي 170% من قيمة الناتج الإجمالي الداخلي، سيعلق سداد دين بقيمة 1.2 مليار دولار. وفي الشهر ذاته أعلنت وزارة المالية التوقف عن دفع جميع سندات اليورو بوند المستحقة بالدولار. وفي 30 من أبريل أعلن رئيس الحكومة اللبنانية أن بلاده ستطلب المساعدة إلى صندوق النقد الدولي بعد تبني الحكومة خطة إنعاش اقتصادية. في منتصف يونيو اندلعت احتجاجات في بيروت وطرابلس شمالا عقب تدهور جديد لقيمة الليرة اللبنانية إلى حدود غير مسبوقة. ويأمل لبنان الحصول على دعم دولي يقدر بأكثر من 20 مليار دولار للخروج من أزمته، بينها 11 مليار أقرها مؤتمر سيدر في باريس عام 2018 مشترطا إجراء إصلاحات لم تبصر النور.